رح ننتقل لأولى فقراتنا لليوم مع فقرتنا الطبية. كثير من العالم بيعانوا، إن كان سيدات وإن كان رجال، بيعانوا من السمنة الزائدة وتراكم الدهون، وخاصة بأعمار كبيرة يمكن بتعند هي الدهون عن النزول من خلال الرجيمات، فبيلجأوا إلى العمل الجراحي. خلينا نعرف شو مدار قص المعدة، شو مدار الشفط، شو هي المدار يلي شو هي المدار الأساسية يلي بتأديها العمليات الجراحية. رح نتعرف عليها أكثر مع الدكتور طارق المصطفى، اختصاص جراحة تجميلية. صباح الخير دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يمكن موضوعنا كثير مهم مو فقط للنساء، اليوم عم نشوف النساء والرجال عم يهتموا بشكل جسدهم، بس عم نشوف يمكن في هوس كبير بالجسم المتناسق أو النحافة الزايدة. خلينا بالبداية نعرف الناس فعلا أنه متى نعتبر هي سمنة زايدة بالنسبة مثلا لجسمهم أو لطولهم، لأنه في ناس بتلاقيها لا جسمهم معقول ووزنهم معقول بيعتبروا حالهم فعلا هن وزنهم زايد. لا، في عنا مشعر الوزن على الطول اللي هو البي ام اي، البادي ماس اندكس، هو الوزن على مربع، الوزن بالكيلو على مربع الطول، تمام. اذا كان اقل من 18 فهو وزن ناقص، بين 18 وال 25 كيف بيتم حسابها؟ الوزن بالكيلو تمام على مربع الطول بالمتر، يعني قديش مثلا واحد طوله 180، 1.8 ضرب 1.8 وفوق الوزن نقسمهم على بعضهم بيطلع معنا. فاذا كان اقل من 18 فهو ناقص وزنه، اكثر بين 18 وال 25 فهو تمام وزن طبيعي، اكثر من 25 فهو وزن زائد، اكثر من 30 صرنا بدانه، اكثر من 35 هي بدانه مرضيه اللي هي بتعمل اختلاطات تركز مفاصل ركبه، ديسك ضغط، سكري، هدول الامور، واكثر من 40 صرنا بالبدانه الفائقه. هلا نحن امتى بنلجا لعمليات قص المعده؟ هي لما بيكون عندنا البي ام اي اكثر من 35 مع مشاكل، يعني تنكس مفاصل ركبه، سكري، ضغط، عقم، هدول الامور كلها بتسببها البدانه. هاي هي بالنسبه للهي. اما عمليات الشد والشفط هي حكي ثاني، يعني بيعتمد على الشخص اكثر، يعني ما في شيء انه انت لازم تعمل شد وشفط، هو بيختار، بس لازم ما يكون البي ام اي اكثر من 30، نحن بين ال 25 وال 30، اكثر من 30 ما بتزبط معه الشد والشفط. فهلا بالنسبه لعمليات الشد كمان بيكون في عندنا جلد زايد بسبب تكرار الحمل، تمام، او نقص وزياده وزن متكرر بصير في عندنا ترهل بالجلد، هون بصير بدنا عمليه شد بطن مع شفط. دكتور مثل ما ذكرت انا بالمقدمه انه بعمر محدد او بس يكبر الواحد يمكن بتعند الدهون بالجسم فما بقى بينزل الوزن، ايمت نحن كتجميل انه فينا نستعين بالرجيمات وايمت لا لازم نلجا الى العمل الجراحي؟ هلا انا برايي دائما لازم المريض يكون يعني داير باله من ناحيه الحميه ومن ناحيه الرياضه، يعني حتى لو مريض عمل قص معده لازم ينتبه. دكتور هذا الطقس ما معه شو بطعمه؟ احنا كثير عم ناكل والله دائما انا دائما بحكي دائما المريض بنتهم الطقس نحن، لازم المريض ما عنده اراده ما يفوت بعمليات لانه رح يرجع. يعني اذا شد وشفط ورجع صار ياكل بده يرجع، حتى عمليات قص المعده نضمن له ينزل وزنه للوزن الطبيعي، بس رجع ياكل بيرجع بينقص. دائما اراده المريض هي فوق كل شيء، في اراده بنشتغل، ما في اراده لا يفوت بالعمليات ابدا. فمثل ما قلت لك موضوع عمليات قص المعده هي عمليات ضروريه تكون بحاله هي استطباب لازم المريض يعمل. العمر ايمت؟ ما في عمر معين، يعني يفترض المريض بعد مرحله البلوغ لعمليات قص المعده، بس ما في شيء يعني معين. بالنسبه لعمليات الشفط ممكن تنعمل حتى بوزن يكون طبيعي، في بعض المناطق بتكون معنده على الرجيم والرياضه، يعني بيكونوا السيده بتلعب رياضه ورجيم كذا ولكن الخواصر ما بيروحوا او الارداف بضلوا معندين، هون هذا استطباب انه تعمل شفط. اذا كان عندها تكرار ولادات وجد مترهل فبتعمل شد مع شفط. طيب دكتور اشرت يمكن لنقطه كثير مهمه، يعني اللي ما انه قادر يلتزم فعلا بجميع الاستطبابات اذا فينا نقول وجميع المعلومات اللي ترافق مثلا قص عمليه المعده، لانه كثير يمكن من الناس اللي بنعرفهم ومحيطنا عمل عمليات قص معده كان في نحافه شديده لمده عام وبعدين فجاه بتلاقيه رجع لوزنه الطبيعي وزاد. خلينا نحكي عن هي النقطه بالتحديد، هو عدم التزام ب عدم التزام المريض وعدم النصائح ولا لانه المعده بتكون صغيره بيقول لك لا متى ما عودت لو اكلت شوي زياده بتكبر معك المعده لو قصيتها، فخلينا نحكي عن هي النقطه. مثل ما قلت لك المعده بعد سنه او سنتين من قص المعده ممكن ترجع تتوسع،
بس نحن امتى مثلا نحن بنرجع لعمليه قص مدني؟ المريض بوزن مثلا اذا البي ام اي اكثر من 35 بيكون وزنه مثلا بال 120 130 كيلو، فهو غير قادر يلعب رياضه ويعني يأس من الرجيم والحبوب وكذا، فنحن بنساعده لحتى يرجع لوزنه المثالي. على مجرد ما رجع لوزنه المثالي صار فيه يلعب رياضه، بيشتري ثياب جديده بيتعود عليها، بده يلتزم. نحن يعني بس عشان ما يزيد وزنه تمام، بنوصله لبر الامان هو بيتابع، ولكن انه بالنهايه لازم يعني يلتزم بس عشان ما يزيد وزنه يتبع نظام غذائي محدد. تمام تمام. يكمل كيف هلا بشكل عام يعني هلا انا ماني طبيب تغذيه، بده يمكن في اطباء تغذيه بيعرفوا احسن مني، بس بشكل عام ابتعاد يعني بياكل بس ضمن المعقول يعني. تمام، الرياضه هي الاساس، الحركه هي الاساس. تمام، يبتعد عن الاكل بعد الساعه 6 المساء، الحلويات، الدسم، الدهون، هي هي والكولا، هدول اللي يبعد عنهم ويتحرك اموره بتمشي. هي يعني من عندي يعني رؤوس اقلام، بس يفوت بالتفاصيل هي بدها طبيب تغذيه بيشرح احسن مني على الموضوع، بس الالتزام هو الاساس اهم من العمليات. دكتور طارق، بنشوف بما انه عم نحكي عن التغذيه وعن الاكل، بنشوف اي حدا عامل قص معده ما فيه ياكل غير وجبه صغيره، اذا اكل كميه اكبر يمكن عفوا بيستفرغ او ما بيعود فيه يكفيها لهي الشيء الصغير، ولكن بنشوف بعد سنة أو سنة ونص بيرجع فيه يأكل. تمام. شو السبب؟ خلينا نشرحها طبياً، إنه المعدة هي بتكون صغيرة ما بتتقبل، ولكن بعد فترة ممكن ترجع تكبر المعدة؟ تمام، هلا نحن بعملية قص المعدة بنصغر المعدة بحيث إنه يصير حجم استيعابها قليل، وحتى شهية المريض بتنقص لأنه هرمون الشهية بيفرز من المعدة، فبتنقص لها مثلاً 25-30% من الحجم الأساسي. بس المعدة بتتوسع مع الوقت. هلا معدة المريض الصبح غير معدة المريض المساء. عرفت شلون؟ يعني تتغير هذا الاسبوع غير الاسبوع اللي بعده، فالمعده هي عباره عن الياف عضليه قابله للتمطط. صحيح. فبشكل عام شوي شوي بتتوسع. بس نحن بهالفتره اللي لبين ما تتوسع بيكون المريض يعني حسب الدراسات نزل راح 80% من الوزن الزايد، صفى عنده وزن مثالي او زياده شوي. فبيلتزم هون، صار قادر انه يلتزم، قادر انه يلعب رياضه والثياب بتكون صارت تناسبه ولازم يكفي اموره. هي هي بالنسبة لعمليات قص المعدة. هلا عمليات الشد والشفط هو حكي ثاني، هو موضوع اختياري تجميلي. دكتور، عمليات شد الدهون عفوا شفط الدهون كمان خيار اخر لكل الصبايا، مثل ما قلت يمكن في كثير ناس بتعمل والشباب بتعمل ريجيم، بس بعض الدهون بنسميها الدهون المعنده بالخواصر بالوراك بالفخاد، هون بيتم اللجوء لهي العمليه. خلينا نحكي عن هي العمليه، قديش نسبه الشفط بتكون مؤلمة، في إلى أثار جانبية أو لا؟ هلا هي أول شيء إن هي عملية اختيارية، المريض اللي بيختارها، وهي ما عملية أبدا لإنقاص الوزن. عمليات إنقاص الوزن حكي تاني، هي عمليات كونتور للجسم، نحت للجسم. فالمريض لما بيختار مثلا قلنا بحيث ما يكون بي ام اي اكثر من 30، ما يكون بدين ويجي يقول انا بدي اشفط كل الدهون. نحن قادرين مثلا بعمليه الشد والشفط نشفط 5 لتر ماكسيموم يعني مع الشد، مو اكثر، اكثر من هيك ما عاد بيمشي الحال معه. فهلا بدها تجي المريضه بدها نحكي شوي انه بدها شفط لحاله او شد مع شفط، ونحكي لها شو العمليه قديش بدها وقت، شو لازم نعمل، وين الجرح بيكون، قديش لازم نقاها حسب طبيعه شغلها، شو لازم تلتزم، المشده تلتزم فيه شهرين. اي هي هي هلا اذا المناطق بتكون بالخواصر. تمام، الخواصر والارداف بشكل عام معنده على على الرجيم، قد ما لعبت المريضه او قد ما عملت حميم ما بيروحوا هذول، فهذول استطباب يعني هو الاستطباب الاقوى للشفط. في مرضى ثانيين بيحبوا لا اكثر، انا بدي خواصر اكثر، بدي جسم متناسخ اكثر كمان، اوكي. فاذا مريضه ما عندها جلد زائد ناتج عن الولادات ممكن الشفط من خلال ثقبين بالبطن، نشفط كامل البطن مع الخواصر. تمام، اي هي. اذا كان بدها شد مع شفط نتيجه انه عندها جلد زائد مترهل، فبدنا نعمل الجرح، هو جرح نفسه الفينشتيل تبع القيصريه بنمدده على جنب وبنعمل شد للبطن مع الشفط. تمام، فهي هي عمليه كونتور حسب رغبه المريض. وكمان المريض لازم يلتزم، اذا رجع ياكل او رجعت حمله المريضه ممكن يعني يرجع ينقص الوضع كله. تمام دكتور، خلينا نحكي مين هن الحالات الشاذه اللي هن ما فيهم يعملوا عمليات قص معده او عمليات شفط او شد، مين هن مرضى مين او في حالات ما فينا نعمل لهم؟ هلا بالنسبة لعمليات قص المعدة لازم يعني انه يكون بي ام اي اكثر من مثلا المرضى اللي ما فينا نحن نعمل لهم ممنوع ما يصير طبيا او صحيا. هلا بالنسبة لعمليات قص المعدة الشيء الممنوع انه يكون البي ام اي اقل، يعني ما يكون هو استطباب واصل لوزن معين. تمام، بالنسبة للمرضى الربويين، الربو الشديد، امراض القلبية،
اضطرابات عوامل تخثر، قصور كلوي، كل هدول ما فينا نعملهم. اذا مريض كمان غير قادر يلتزم، في حميه كثير شديده 40 يوم بعد القص المادي، اذا مريض ما بيلتزم فما يفوت فيها ولا يعني لا يخاطره. في المشد كمان لازم يلبسوه صح ولا لا؟ هذا المشد مو قص المادي، الشد والشفط. شد والشفط ايه تمام، عم نحكي عن الشد والشفط. انا بحاول بس افصل بين العمليتين هذول، انا كنت عم بحكي عن قص المادي. مريض ما انه ملتزم ما انه واعي، هي ما بنعمل له يعني. بالنسبه للشد والشفط قلنا كمان لازم يكون ضمن وزن معين، يعني قلنا زياده الوزن الاوفر ويت تمام، هاي بنفوت مثلا بالعمليه بده يلتزم بالمشد، يلتزم بالانحناء للامام، تلتزم بالحمية والرياضة، وهي هي ما في شيء ممنوع يعني. كمان نفس الوقت إذا في مثلا ربو أو سي أو بي دي أو عندنا كمان قصور قلب، هذول كمان ممكن ما يعني ما يسمح لنا الطبيب المختص إنه نعملهم هيك عمليات، لأنه طي العضلات ممكن تأثر على التنفس. يمكن أكثر العمليات مشهورة أو النساء عم تتوجه إليها هلا عم نشوفها بشكل كثير كبير هي يمكن عملية شفط الخواصر، وأحيانا عم يكون في درجة مبالغ فيها، يعني في أشخاص يمكن ما بدهم شفط خواصر بس ليعملوا خصر نحت، هي كمان إلى آثار جانبية؟ لا لا ما لها آثار جانبية، لا لا أبدا. كثير هلا عم يطلبوا يعني كثير خواصر و والسعر جسم السعر الرمليه وكثير شغلات عم تنطلب، بشوفوها بتنطلب بتنعمل ما في اي مخاطر، فقط الالتزام يعني وكلها بتنعمل، وهي اشياء العمليات على الاطلاق. دكتور خلينا نحكي ما قبل العمل الجراحي، شو هي التحليلات المطلوبه؟ شو هي القصص اللي لازم المريض يلتزم فيها قبل العمل الجراحي؟ هلا مثل ما قلنا بتجي المريضه فحص سريري دقيق، بدنا نحكي له عن كل عن الجرح، عن التعليمات كذا، قلنا اوكي اوكي بدنا نطلب تحاليل، هي تحاليل عامه، وظائف كليه مع سي بي سي، وظائف التخثر، اذا مريض عمره اكثر من 40، استشاره قلبيه، بنساله اذا مدخن او كذا، في صوره صدر دائما، هذا هو التحضير. فبدنا نشوف خضابه، اهم شيء نحن عندنا موضوع الخضاب وعمليات الشفط، لانه عمليات الشفط والشد فيها خساره دم. فنشوف خضابه، اذا كان ناقص ممكن يعني نأجلها شهرين تحسن خضابها، أو نحن نأمن لها وحدتين دم حسب وضع المريض. وتحضير أهم شيء بتجي بصباح العملية، في صيام 5 ساعات لـ6 ساعات تمام، وبدنا نجي كمان نرسم المريضة بشكل دقيق وتحضر قبل العملية بساعة وتفوت على العملية. طيب في كثير من النساء مثل ما أشرت كمان دكتور بعد حالات يعني الحمل المتكرر بيكون في عندها بعض الترهلات وبعض الدهون المعندة بالبطن، بتنصح بعملية شفط الدهون وشد بعد آخر ولادة؟ طبعا يعني ممكن أكيد. ولا إذا عملتها ورجعت ولدت ممكن يعني يكون في آثار جانبية للجلد يعني ممكن يكون ما حطب لو صار في ممكن يعني يرجع ينكس يترهل الجلد ممكن، فنحن بنأكد على المريضة خلصتي ولادات؟ خلصت اي اوكي لازم تشتغل، يعني بصراحة انه بصير في جلد بده شد مع الشفط، يعني كل عملية شد نشفط دائما، خواصر بدنا نشفطها، فكتير بتختلف بيختلف المنظر مع المريضة اكيد. الجلد الزائد كله بنشيله، وغالبا المريضات تكون حتى العضلات بتحسها ما كتير، بنطوي العضلات كلها بنطوي العضلات بحيث يصير في خواصر عند المريضة، لانه حتى الطبقة العضلية اللي تحت الجلد تتعب عن الحمل والولادة صحيح، وخاصة التكرار، فبنطويها وبنشد، وغالبا المريضات بيكونوا عاملين قيصريه، فنفس جرح القيصريه بنمدده على جنب تمام، يعني ما بتكون المريضه خسرانه جرح او شيء نفسه يعني. كثير ضروريه هي العمليه، كثير شائعه وكثير بنصح فيها بعد اخر ولاده. تمام دكتور، في كثير من السيدات والرجال يمكن بيعملوا العمليه بعد 5 سنين تقريبا بيرجعوا للسمنه الزائده، بصير يعملوا مره ثانيه عمليه؟ وقديش بين العمليه اذا بصير قد ايه بين العمليه والعمليه لازم يكون في وقت؟ عمليه الشد ولا عمليه قص المادة؟ شفط الدهون. شفط الدهون في قلت لك يعني اذا ما التزم ممكن يرجع ينكس، يعني اقل شيء سنه لازم يكون بيناتهم. سنة قبل السنة نحن ما بنحكي بنتائج، دائما بيكون في وزمة عم بتروح شوي شوي، بس بعد السنة فينا نعيدها اي ما في مشكلة. انه ما في مشكلة بإعادة لا لا ما وبالنسبة لقص المعدة بيصير ولا ما بيصير؟ بتنعاد كمان عملية قص المعدة بتنعاد، بتنعاد مع التأكيد على الالتزام بتنعاد ما في مشكلة، ما في لها آثار جانبية. طيب دكتور لكل الناس يمكن اللي عم يشوفونا وعم يتابعونا، بعض النصائح لأنه في يمكن بعض العمليات المبالغ فيها، بعض النصائح لهي العمليات التجميلية إن كان قص معدة شفط دهون للحفاظ على جسم مثال متناسق؟ دائما يعني الالتزام، وهلا دائما المريض قبل ما يوصل لعمل جراحي لازم يكون فايت بموضوع حمية مع رياضة، وأكيد في حبوب آخر خيار فينا هو يكون آخر خيار العمل الجراحي، وراح يكون الخيار الأخير عنده، ويعني آخر عملية بده يحط بباله،
ما انه والله انا كل سنتين يلا برجع بعمل شفط وكذا، لازم خلاص يحطها هو حل نهائي واخر حل وهو ما يعيده يعني. وهي ما في شيء. نعم دكتور طارق المصطفى، نحن كثير بدنا نشكرك، شكرا للمعلومات اللي قدمت لنا اياها ونهارك حلو. اهلا وسهلا فيكم، مشكورين على الاستضافه. شكرا لك دكتور.